مساء الخير، مساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدين دفتر أحوال. فكر كل الناس في دفتر أحوال هو البرنامج الخدمي اللي بيستقبل الاتصالات، بيستقبل الاستغاثات، بيستقبل الشكاوي، بيحل كل المشاكل اللي ممكن نواجهها مع بعض في في الظروف يمكن كمان تحديدا في الظروف الصعبة اللي إحنا عايشين فيها دلوقتي اللي بيمر بيها يعني معظم دول العالم بتمر بنفس الظروف يمكن إحنا أكثر تحملاً أكثر إيجابية أكثر وعي الا من رحم الرب يعني في كتير شويه انا مختلف معاهم في طريقه المعامله مع كورونا والحياه وخاصه في شهر رمضان ربنا يعيد علينا الشهر بالخير يا رب يمكن اول شهر يعدي علينا في عمرنا في الظروف دي وفي المعاناه اللي احنا مش متعودين عليها مش متعودين ان احنا يكون متكتفين قوي في شهر كله خروج وفرحه و... والناس وناس بتبقى مستنيه انها تفطر علشان تنزل تفك إنما أكيد كبوة بيمر بيها العالم كله ربنا يعديها على خير كل سنة وكل الناس طيبة عشر رمضان وهو 6 أكتوبر يعني يوم عظيم في تاريخ مصر يوم مهم جدا في تاريخ مصر يخليني أعزي كل شهيد وكل أسر الشهداء وأقول يعني ناس ملهاش دين ملهاش ملة آه ما بيفرقش معاها آه ولا شهور كريمة ولا ما بيفرقش معاهم ربنا مش شايفين ربنا يعني ملهومش دين بجد حقيقي اللي يفكر في قتل نفس يعني حتى لو في كل شهور السنة ده كان متاح في وقت زي ده ملوش أي مبرر عندي ولا عند أي دين يعني ولا في دين سماوي ربنا أنزله يقبل اللي بيحصل ولا يهوديه ولا مسيحيه تقبل ان يموت ناس بتحافظ على بلدها وعلى ارضها وعلى كرامتها أه بجد بعزي بعزي المصريين على 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 الشهداء اللي هم فخر ليهم يمكن حتى معايا نبذه من اخر شهداء اللي هيفضلوا كتير أه موجودين طول ما الجيش المصري موجود هيفضل أه الصور زي اللي قدامنا هتفضل أه لوح فنيه انا مش شايف ان دي صور شهداء انا شايفها لوح فنيه بترسم تاريخ مصر بترسم اللي بيحصل في حجم التحدي والتصدي للارهاب تصدي لناس ملهاش دين ملهاش مله كان نفسي اعمل حلقه كامله عن الشهداء انما يعني حتى في اعمال فنيه كتير بتجسد المرحله دي ويمكن هي اكتر الاعمال الفنيه السنه دي اللي عليها مشاهدات يمكن الناس ما حبتش العمل الفني اكتر ما حبت الحدث الحقيقي نفسه يمكن اللي قربنا من مسلسل زي مسلسل الاختيار انه بيمثل لنا واقع احنا حسينا بيه يعني يمكن انا انا شايفه من وجهه نظري ما نقلش حتى 10% من الحقيقه لانه البطل الحقيقي اللي في اللي في ارض المعركة أو في التصدي ده بيشوف كمية معاناة وهو عايش لوحده مهما مهما كان دور الممثل أو المخرج اللي بينقل لنا الواقع برضو برضو معاش, معاش الحقيقة دي حاجة صعبة حاجة يعني ربنا يا يرحم شهدائنا ويبرد قلب ونار أهاليهم أه نحتسبهم عند الله. أه حقيقي أنا كان نفسي أعمل حلقة كاملة وباذن الله بنحضر لحلقة كاملة بتجسد أه كل لحظة بيعيشوا فيها ونجيب ونستضيف أسر الشهداء مجندين وصف ظباط وظباط نستضيفهم ونشوف يعني نشوف الناس دي تاريخها وكانت بتتكلم في إيه وبتحس بإيه. إنه يبقى بطل حقيقي موجود في أرض معركة وبي والاخر لحظه بيضحي بجسمه وبدمه وبروحه عشان احنا نعيش ونفضل عايشين في سلام بجد هو بطل اقل من كلمه بطل ما يتقالش عليه ربنا يرحمهم كلامي مش عايز يخلص عنهم انما زي ما قلت هن... يعني هنعمل لهم باذن الله حلقه وده اقل حاجه يعني دي اقل تقدير نواجه بيه ونقف جنب اهاليهم وزويهم يعني عايز اقول انه في حاله سلبيه شويه في 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 المجتمع تقريبا الناس زهقت من كورونا ابتدت تتعامل وتعيش الواقع على انه خلاص بقى الموضوع امر طبيعي وامر عادي فبتلاقي الاكمنه يمكن احنا بنعدي في الاكمنه بعد مواعيد الحظر بعد الساعه 9 فبتلاقي زحمه في الاكمنه جامد قوي لحد الساعه 10 و11 ايه اصل الناس آه عندها شويه لا مبالاه وابتدت تنزل الشوارع ترجع من عزومات تقريبا الناس آه ابتدت تزهق وانا يمكن كان آه دوري آه او دور الاعلام الهادف انه يقول للناس كفايه لا مبالاه آه انت لو زهقت ده موضوعك انما ما تأذيش غيرك آه ملوش ذنب الظابط اللي واقف في الكمين انه يحس بحجم المعاناه اللي بيشوفها في وقفته أكتر من 12 ساعة في كمين علشان يحميني ويحميك الكمين يا جماعة مش جنائي برضو عشان الناس تبقى فاهمة هو مش بيكشف جنائي الراجل بيقول لك اقعد في البيت وفي عقوبة وفي قانون وفي وفي وفي, وفي تلاقي الناس عندها كمية الاستهتار دي يمكن أنا كنت عايز أصور ويمكن الحلقة جاها هنقل لكم الواقع ده وأصور لكم إزاي الناس موجودة في الأكمنة و وشايف ميكروباصات ووسائل و... نقل بتنقل ناس بعد يعني لحد الساعه عشرة شايف ان الكمين فيه ناس وفيه زحمه في كل الاماكن يمكن معظم الاماكن الحيويه فيها ده فهنا كان دوري ان انا انادي بده وان اقول للناس كلها كفايه خفوا الضغط شويه على الظباط وخفوا الضغط على الناس اللي مرميه في الشارع عشان حاجه صعبه جدا آه، كمان جالي رسائل كتير جدا على مخالفات المباني وايه اللي بيحصل وايه دايما فئات في مصر بتستغل الازمات وبتستغل الظروف منهم فئه كبيره جدا استغلت فكره وجود الحظر وان الجهات الرقابيه والاحياء والاجهزه مش شغاله فنعمل ايه نبني دور نبني شقه نبني عماره ان امكن نبني بيت بتلاقي كمية مخالفات من الناس دي ملهاش حصر <applause> يمكن جالي أسئلة كتير على الصفحة آه الناس دي وضعها إيه؟ هل هيجوز وينطبق عليهم قانون التصالح في المباني؟ بقول لكم لأ وألف لأ عشان نقفل الباب بس في الكلام في الموضوع ده مستحيل لما نزل قانون التصالح في المباني حدد سنوات معينة إتبنى عليها العقار او المخالفه وحدد ضوابط معينه انت براها عشان بس تريح نفسك. كمان صعدت الدوله وحست بالحجم الخطوره اجهزه شغاله، خليني اتفق حقيقه اجهزه شغاله. واحالت كل المخالفين وكل المتجاوزين في الامور دي لمحاكم عسكريه. يعني خرج من ذهنك انه الوضع كما هو عليه زي ما تم ايام الثوره وايام الحظر في الثوره <applause> عفوا آه وانت بره الموضوع بره الحسابات انت اقل من ان الدوله تتعاطف معاك وتسيب وتفكر في انها تتصالح معاك لا انت اقل انت استغليت الفرصه بشكل قذر جدا وفي وقاحه شويه خليني اخد اتصال آه من اول حلقة في اتصالات بي بيكلموني اخد استاذ عاطف مساء الخير مساء الخير يا فندم بالصحة والسلامة الصغر. يا استاذ عاطف يا باشا انا عندي الفيزا بتاعتي وقفت من شهر سبعة اللي عاد لا انا مش سامعك يعني بالراحة قول لي الفيزا بتاعتنا وقفت من شهر سبعة اللي عاد الو من شهر سبعة ايه؟ اللي عارف يا باشا الفيزا وقفت الفيزا وقفت اه دي فيزة معاش؟ <applause> فيزة معاش ايه؟ بتاعت معاش تكافل وكرامه اسمعني اسمعني من التليفون ما اسمعنيش من التلفزيون تكافل وكرامه ها؟ والله تكافل وكرامه يا تمام عندي فرصه يا باشا كنت مرخص وكنت على عيش طب انا هرد هرد عليك خليني استاذ انا هرد عليك في فقره يعني مخصصه للمعاشات بشكرك الاول لمتابعتك يمكن كمان كنت عايز ارد يعني يمكن انا بس بذكر واحده واحده كل المواضيع اللي بتجيلنا على الصفحه وكان منهم جزء المعاشات الخاص بالتكافل وكرامه وكمان الخاص بالاعانه اللي هم الغير قادرين او العماله الغير منتظمه اللي هي ال 500 جنيه بالمفهوم الدارج عند بعض الناس فيمكن انا محدد لها جزء معين في في الحلقه النهارده لانه اسئله كتير جت عليها والناس عايز تعرف هتوصل لفين؟ أه بس خليني اخلص جزء اللي كان مهم جدا في التوعيه عندي وهو المخالفات. أه فالدوله النهارده لما حددت انواع أه التعامل مع المخالفات نهت تماما عن التصالح من شان المخالفات دي. أه كان ليها حد اقصى في المخالفات وليها ضوابط وشروط اقرها مجلس الشعب واعتمد القانون وتم العمل بيه. منذ تقريبا خمس شهور وابتدت الناس تمشي في اجراءات التصالح يمكن حتى كمان في ضوابط للتصالح من انه سلامه انشائيه وغيره ويمكن ضوابط كتير جدا وان الارض ما تكونش مملوكه للدوله في شويه ضوابط كتير النهارده الناس اعتقدت انه ممكن يجوز انه يبني بسرعه في خلال الحظر ده ويرجع يقول انا بنيت فانا عايز اتصالح واقنن المبنى لا هو الدوله وقفت تماما وزاره التنميه المحليه احالت الموضوع ووجهت رساله لكل الاحياء بالازاله على الفور يمكن الموضوع كان مع الناس غريب شويه انه كمان حتى ما تحكمش قدام المحاكم الجنائيه العاديه ويتنقل الموضوع ويتصعد للمحاكم العسكريه وده كان امر يعني صعب وشديد شويه لكنه انا شايفه منطقي جدا خليني بس اقطع كلامي واكمل لكم تاني بس اخد اتصال من ام محمد مساء الخير يا ام محمد مساء الخير الو أه السلام عليكم يا استاذ وعليكم السلام ورحمه الله أه معلش يا استاذ والنبي ابو رجلك يا ريت توصل الفضل للمسؤولين اتفضلي يا ماما طب بص احنا انا كنت باخد جبت تكافل وكرامه من حوالي سنتين خدته شهرين بس وبعدين راح وقف عشان جوزي معاه رخصة قيادة مأمن عليها، طب احنا بنستفاد ايه من الرخصة دي؟ ولا بنقبض عليها ولا أي حاجة. تمام. وبعدين دلوقتي برضه قدمنا في تحت العمالة غير منتظمة برضه ما جاتناش. يعني تمام. الحكومة مستكترة علينا 500 جنيه. لا الحكومة مش مستكترة وأنا هرد في عليك. في 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 يا يحسوا بينا يا أستاذ. هستأذنك يا أم محمد بس سيبي لي رقمك اه زمايلنا في الكنترول من فضلكم بس ناخد رقم أم محمد. يعني ارجعي اتصلي بيهم حتى لسه بيقولوا لي دلوقتي ارجعي اتصلي تاني علشان ناخد بياناتك ونتابع ده خليني اخد اتصال من الاستاذة نجلاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اه لو سمحت انا عامله الفيزا بتاعه تكافل وكرامه واقفه من شهر 8 اللي فات تمام اه قالوا لي ان انت تملكي سياره وانا طلعت لهم باسم ولادي واسم جوزي ان مفيش سياره امال السياره دي جابوا بياناتها منين من المرور انا جبت طيب. ده كله من المرور طب يعني انت فعلا بالفعل كان حتى في سياره بالنسبه لك انت ملكاها وموجوده في انا انا كان عندي ورم في النخاع الشوكي وكنت عامله عمليه فكان كان كل اللي موجود معانا 5000 جنيه جبنا اللي هي السياره القديمه دي تمام عشان اقدر اتحرك يوديني المستشفى ويجيبني تمام بغض النظر انما فعلا انما بالفعل رد ال التأمينات والمعاشات في تكافل وكرامة إن كان عندك سيارة والواقعة سليمة. أيوه حقيقي. صح. تمام، السيارة أنا... دي ما زالت موجودة؟ الفيزا موجودة. لا السيارة نفسها ما زالت موجودة؟ لا 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 أنا رحت جبت لهم ورقة إن هي مش موجودة متباعة من زمان، إحنا ظروفنا يعني لله على قدها. تمام، جبتي ورقة رسمية ولا ورقة عرفية بإن السيارة متباعة؟ متباعة، ورقة رسمية مختومة بختم النشر إن السيارة متباعة. ردوا عليكي بإيه؟ قولي اعملي تظلم والتظلم وهنروح وهنرد عليكي طيب هسمعك برضو استاذ نجلاء سيب لنا بس رقم تليفونك وهترجعي تتصلي وهنعرف ايه اللي تم ويمكن اكيد حالتك في مجال الدراسه دلوقتي خلينا نعرف وصلت, وصلت لفين جوه وهنعرف وهنبلغك باذن الله اخد استاذ رجب من الاقصر صح كده السلام عليكم استاذ ابراهيم وعليكم السلام يا حاج رجب ابراهيم على الفقره دي والصحيح. انا اللي بشكرك والله العظيم وتحياتي لفريق الاداب محترم والله بشكرك يعني. لمتابعتك لينا والله ده شرف لينا قناه بصراحه صحه وجمال حاجه حلوه قوي ربنا يبارك فيك, فيك يا رب ربنا يبارك فيك يا كل سنه وانت طيب انا راي 35 سنه بدفع تامينات لغايه ما وصلت 120 تمام وبدفع تامينات لغايه 120 جنيه وصلت لما جيت عقبت معاش قبضوني 900 زي زي اللي هو العامل الأير اللي بيدفع جنيه بالظبط تمام هل ده حرام ولا حلال يا استاذ ابراهيم؟ طيب انت بتاخد يعني واحد بيدفع 120 لغايه 120 جنيه كنت بدفع تامينات البقاله اه وجيت دراغي طبعا لما تعبت طبعا قعدت في البيت رحت طيب اقعد معاش لقيته ازاي وازاي العامل اللي اجى بيدفع جنيه باخد 908 وانا افاجئ اني باخد 908 طيب انت بتاخد ال 908 دول بقى لك قد ايه؟ آه، لسه ده لسه اول شهر اول شهر ليك يعني اه لقيت عامل اللي اجى 8 طب انت سالت واستفسرت قالوا لك ليه؟ قال لك هي كده واحد كل واحد اه الفئه والشريحه الفئة واحده يعني وأنا بدفع 120 لغايه 120 لانك كان مؤمن عليك باقل فئه صح كده؟ اه لغايه 120 جنيه كل شهر ابتديتها من اول سبعه جنيه تمام قعدت زادت تزداد لغايه 120 وبعد كده كابتن معاذ على 908 ده تامينات خاصه صح كده؟ اه اللي هو تامينات القطاع الخاص تامينات القطاع الخاص صح كده طيب هستاذنك بس خليني يعني ارجع للمسؤولين واعرف مدى يعني بالبلدي كده ان احنا ازاي نغير الشريحه دي وتوصل لاكتر من كده او ان كنت تستحق اكتر من كده كمعاش مضاف اليه ونرجع نكلمك تاني يعني يمكن بس هستاذنك تسيب لنا بس رقم تليفونك ونرجع نتواصل موضوع يهم الناس كتير قوي المصريين المعاشات. الدولة كمان بتساعد في الجزء ده في معاشات استثنائيه يعني زي العماله الغير منتظمه، تكافل وكرامه، شال فئه كتيره جدا يمكن انا حتى قلت ده انه عندنا اخبار بانه الناس اللي وقف عندها تكافل وكرامه من فترات انا بطمن كل المتصلين مبدئيا انه الدوله لما بتدي السبب وانت بتجيب ما يفيد بإزاله السبب ده بترجع لك تاني كون ان الدوله مبدئيا بتبحث يعني زي الحاله اللي هي ام محمد تقريبا اللي كان عندها سياره موجوده في المرور مسجله في المرور معنى ان الدوله تربط كل الجهات دي مع بعض وتعرف وتتحرى انت لو اتأخر عليك المعاش شويه يكفي انه بعد ما يرجع انت عارف ان انت مستحق وان الدوله عرفت وتاكدت ان انت مستحق لانه اكيد مال الدوله لازم يروح لاصحابه الحقيقيين انا متعاطف جدا مع كل الناس اللي وقف عندهم او وقف معاش تكافل وكرامه بالنسبه لهم وعايزين يرجعوا يصرفوه مره تانية انما بقول برضو يعني في المقابل انه الدوله برضو النهارده لو معاها ألف جنيه عايزه تدي ال جنيه ده للي يستحقهم مش المسألة تكون مشاع لأنه إن كنت أنت مستحق أو أنت مستحقة مثلا يا محمد في غيرك تلاعب عشان يصرف معاش تكافل وكرامة. فهنضغط على بعض شوية وهنضغط على نفسنا شوية المهم إن إحنا عندنا الأساس وإنه الدولة وضعت حجر الأساس في إنه يكون في معاش يكفل الحياة الكريمة أو على الأقل الحياة البسيطة والأكل والشرب للمستحقين. آه اخد اتصال تاني من ام هنا مساء الخير مساء النور اتفضلي ازي حضرتك الاول كل سنه ااا آه، انا اشكرك على البرنامج بتاعك شرف ليا والله يا منى بص لو سمحت انا قدمت يعني حوالي لي خمس سنين مشروع تكافل وكرامه تمام كل مره رفض ايه السبب ما فيش سبب وبعد كده انا وجوزي قدمنا في في عماله غير منتظمه وبعدنا على رقم 142 هذا رقم غير مستحق انا مش عارفه بصراحه يعني عندي معايا انت محافظه, محافظة ايه يا مهند غير مستحق او مرفوض محافظه ايه محافظه ايه محافظه إيه؟ سهار ااا أه يعني انت ما تستحقيش قالوا لك ما تستحقيش ولا تكافل وكرامه ولا ايوه لما, عم... لما بعت رساله على 142 رقم ال فقط بتاعتي وبتاعت جوزي ده هذا رقم غير مستحق. انت بتتقاضي معاش من اي حته تانية لا خالص. طب عندك راتب او متامن عليكي في اي مكان؟ لا لا خالص وبعدين جوزي راجل يعني شغال يوميا يعني, يعني يوميات كده ومش مؤمن عليه في اي مكان خالص ايه نعم مش مؤمن عليه في اي مكان لا خالص امال ايه السبب والدافع لده يعني لما اروح الشؤون يقولوا لي رقم بتاع من انت كفل الكرامه ده مرفوض ايه الراجل يقول لي ما مش كاتب لنا الرفض لا خليني اتفق معاكي ان هم دايما لما بيقولوا مرفوض او لما بيوقفوا بيقولوا سبب الرفض او الوقف لا ما كل مره نروح يقولوا لي لا ما, ما مش مذكور عندنا سبب رفض يعني كان لسه عندنا حاله لو انت كنت متابعانا عندنا مثلا ام محمد قالت انه قالوا لها ان في عربيه موجوده في المرور باسمك فاذا متفق ان هم بيقولوا سبب بعد كده كل مره اروح يقول لي لا ما جيش عند مكان ما جيت عند مكان لا خليني اتابع معاكي مره ثانيه واعرف سبب الوقف ايه لانه اكيد اكيد في سبب ظاهري لرفضهم انه يديكوا تكافل وكرامه منهم مثلا الاسباب ان انك تكوني بتتقاضي معاش مرتب مؤمن عليكي مؤمن على جوزك يعني اكيد في سبب خلينا نعرف مع بعض فهستسمحك بس ترجع تصلي تاني وتسيب لنا رقمك في الكنترول آه، اخد استاذ عاطف مساء الخير مساء الخير مساء الخير عماد معاك يا بي. استاذ عماد احنا اسفين لا عاد ولا يهمك انا بص عملت ضرب تكافل وكرامه كذا مره دي سنتين مش فيا قالوا لك ايه؟ بالراحه علي بالراحه عملت الورق بتاع تكافل وكرامه كذا مره لي سنتين كل شويه اعمل الورق ده وراح اقدمه ياخدوه مني وراح استعلم هناك يقول لا بيانات بعد ما اعمل كل حاجه طب ما قالولكش برضه سبب للرفض او انه ليه متاخر؟ لا انا الورق بتاعي مش عم يوصل عملت يجي ثلاث اربع مرات وكل ما راح استعلم في مركز درموات يقولوا لا يوجد بيانات قال لي رقم الشقاوي قالوا لي تجيب طبعة تأمينية عشان نعرف إنك مأمن على حاجة ولا مش مأمن، رحت أجيب الطبعة دي من مركز درموال بتاع التأمينات قال تعمل بها، قلت أعمل بها ورق تكافل وكرامة، قال لا ما عندناش ليك ولا أرضيش كتير. أه أنت قلت لهم عايز طبعة موجهة لمعاش تكافل وكرامة؟ قلت له قلت له عايز طبعة إن أنا مش مأمن على حاجة، راحوا قالوا لا ما لتكافل وكرامة ما عنديش، وراح ما رضيش يديني الطبعه دي ما رضيش يديك الطبعه لا انت من حقك كمواطن انك تاخد طبعه تامينيه لا ده الطبعه دي هديها لك بس التكافل وكرامه لا وقال انت هتعمل بقى في لازم. اللي انت عايزها للبنك قلت لا عايزها التكافل وكرامه ما اختلفتش طب ما حاولتش ترجع لهم تاني تقول لهم ما رضيوش يدوني طبعه ما رضيوش رحت لهم مرتين يعني الطبعه دي انا نديها للي عاوزها للبنك بس لكن اللي عاوزها التكافل وكرامه مش هنديها الطبعه دي لا خليني استعلم ده من من يعني المسؤولين في في التامينات والمعاشات خليني برضو استاذنك ترجع تكلمنا تاني يا استاذ عماد وتسيب لنا رقمك لان انا محتاج يعني مش عايز ارد عليك في الجزئيه دي تحديدا لما اتاكد من المسؤولين هم ما بيخرجوش طبعه تامينيه موجهه للمعاش تكافل وكرامه ولا لا او بيخرج طبعه واحده مثلا وبعد كده لما تيجي تطلب تاني يقولك لا لانه الكلام ده كله مسجل على السيستم خليني اعرف ده آه واخد اتصال تاني من استاذه هناء مساء الخير سامو بس اسمعك بس توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفزيون آه لو سمحت <تصفيق> ماشي لو <applause> سمحت لو سمحت كنت بس بقبض تقبل الكرامه وقطعوا من شهر 8 وقالوا لي بسبب جوزك عنده اعمال حر تمام جوزك عنده برضه التلفزيون بس ورحت عملت تظلم رحت عملت تظلم و و... ما يقبلوا مني ما يقبلوا التظلم منك؟ ها؟ أه؟ ما رضيش يقبلوا التظلم؟ أتاكم تظلم وعملت كل حاجه وما رضوش مني بس سبته له وقالوا لي خلاص سيبيه لغايه شهر 6 طب ده من امتى الكلام ده قدمتيه؟ اه انت محافظه ايه الاول؟ من شهر 8, من شهر 8. اه؟ محافظه ايه؟ محافظه بن سويف طيب بنسوير. يعني هم قالوا لك شهر ستة هيردوا عليكي في, طيب. عليك في التظلم لا قالوا لي لسه بيجي تسألي عليه في شهر ستة. تيجي تسالي عليه في شهر ستة. طيب احنا لسه شهر ستة ما جاش وانا باذن الله ببشرك انه اكيد الموضوع هيتفتح لان انا عندي معلومات بكده خليني الاول بشكرك الحاجة هناء و ناس وفئة كبيرة جدا من الشعب المصري مهتمة بتكافل وكرامة يمكن حتى كلهم او معظمهم موجودين في المحافظات والاقاليم والنجوع ناس كتير تستحق متوقف عنهم معاش تكافل وكرامة الدولة لما حطت القواعد والضوابط لمعاش تكافل وكرامة كان كتير جدا يستحق ده واكيد عملت ده بناء على الدراسة يمكن يعني في وسط الكلام كده انا بقول ان انا هعمل حلقة كاملة وبوعد كل المشاهدين لانه شايفين كل المتصلين معظمهم بيسال على تكافل الكرامه وهيكون ضيف الحلقه مسؤول من وزاره التضامن ونعرف الوضع فين وايه اللي هيتم مع كل الناس المتقدمين لانه الواقع دي مشابهه لواقع حصلت في وزاره التموين فان بطاقات تموينيه وقفت ووقف واتسحب منهم بعض الاشخاص نزلوا او وقعوا من من البطاقه بناء برضو على انه ليهم اعمال حره ليهم عربيات مسجله في المرور ورجعت تاني الدوله وقفت مع الناس اللي ازالت الاسباب ورجعتهم تاني فبعتبر ان نفس الواقعه مشابهه ل... ل... لوقعة تكافل وكرامه الناس كتير مهتمه بده بوعد كل المشاهدين انه هيتم ال... يعني تخصيص فقره كامله في البرنامج لمعاش تكافل وكرامه اللي بيهم ناس كتير يمكن حتى معاش العماله الغير منتظمه اللي هو ال 500 جنيه هي مرحله استثنائيه هتزول الكارثه او الجائحه الخاصه بكورونا هيرجع تاني الحياه انما في معاش تكافل وكرامه دي مساله عمر ومساله الى ان يشاء الله او يتوفى بعد عمر طويل كل مستحقينه آه خليني اخد اتصال من استاذ احمد محافظه اسكندريه صح كده ايوه محافظه اسكندريه نورتنا الاول آه. ورمضان كريم عليك الله يكرمك الحياه عامله ازاي الاول بس في اسكندريه قول لنا لا تمام والله الحمد لله جو كويس دلوقتي اليومين دول جميل الحمد لله ربنا يرجع المصايف يا رب ربنا يعدي الازمه دي على يا حيوة. رب باذن الله عمرنا يا استاذ احمد لو سمحت يا باشا انا يعني شغال العماره اللي هي غير منتظمه دي بعت طيب التليفون عفوا تاني انا الصوت بس مش واضح شويه العماله الغير منتظمه اه اه بعت انا الرقم مجانيه تمام ما تردش عليك لا لا لسه مش عارف بقى ما هو بي... انت سايب رقم تليفون انا اعطيتهم كل حاجه البيانات وكل حاجه تمام <applause> وفي ارقام مخصصه للاتصال عليه ما حدش رن ولا حد قال لي حاجه. طب انت ما حاولتش تتابعهم مره تانية وتعرف ايه الوضع؟ لا لا ما طيب، رناش مره واحده بس. طب انت حاول تعرف من ناحيتك ومن الناحيه الثانيه احنا بنرد عليك وبنرد على كل الناس الـ 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 اللي بيسالوا على على المعاش او ال 500 جنيه بتوع العماله الغير منتظمه الاول بشكر الاستاذ احمد على, على الاتصال والمتابعه. إنما مش رداً على الأستاذ أحمد فقط رداً على كل اللي بيسألوا على العمالة الغير منتظمة والـ 500 جنيه وضعهم إيه الدولة أرجأت شوية آه الـ 500 جنيه آه مش لأجل غير مسمى لأجل مسمى آه وده كان قرار صدر من حوالي 3-4 أيام آه لحد ما يتم صرف المعاشات لأنه ما يحصلش بس آه إحنا النهاردة في مسألة آه يعني في ظروف غريبة شوية بتمر بيها مصر وبتمر بيها كل دول العالم انه في زحام الدولة عايزة توقفه شوية، فالنهاردة ما ينفعش مكتب البريد اللي أنت بتصرف منه الـ 500 جنيه يبقى في مستحقين المعاشات ومواعيد المعاشات بتاعتهم اللي بتصرف بيها على أسر كتيرة جدا، يدخل معاهم كمان في الصف وفي الدور العمالة الغير منتظمة وهم بيقبضوا، فالدولة خصصت مواعيد المعاشات هتخلص هيرجع تاني مرة تانية يقبضوا كل العمالة الغير منتظمة، هي المسألة بس إرجاء بعض الأيام أو بضعة أيام تحديدا وهيتم صرف تاني لان انا سالت تحديدا في الموضوع ايه اللي هيتم يا جماعه آه الناس وقفوا يعني انتوا وقفتوهم ليه؟ وقفتوا صرف المعاشات ليه بتاعت العماله الغير منتظمه؟ فقالوا دي فتره اول الشهر المخصصه لصرف المعاشات الدائمه للمواطنين واسر المتوفين وصرف معاشاتهم فهيتم بس التخلص من الجزء ده وان الناس تصرف معاشاتها بانتظام وما يكونش في ازمه وأزمة زحمة جوه مكاتب البريد هيتم صرف تاني مرة تانية وتحديد مواعيد للعمالة الغير منتظمة خليني آخد أستاذة سلمى ثانية ثانية لو سمحت مثال خيار لا قولي تاني بالراحة سامية سامية فوز خليل سامية أيوة سامية منورانا الأول يا حاجة سامية إحنا مقدمين تكافل وكرامة دينا قدمنا دينا مقدمين على أربع سنين؟ وكل كل أيوه كل أربع ما سنين من, جات... سن... من أول ما من أول ما قال دور التقديمة دار أضرب حسانها طب براحة أنتِ ما صرفتيش الأربع سنين دول ولا شهر يا حتى؟ ده إحنا عمل... عملناه يجي 20 مرة وما صرفتيش خالص؟ ده ولا أي مرة طيب، كان سبب رفضهم م... إيه؟ كل ما نروح رحنا... كل ما نروح نسأل يقولوا لا اسمكم مش موجود اسمكم مش موجود رحنا في الآخر قد ما خد طلب قالوا تعملوا تظلم، عملنا تظلم قالوا احنا معديين مرحلة الفقر. قالوا إيه؟ قالوا احنا معديين مرحلة الفقر. معديين مرحلة الفقر؟ إي. يعني أفضل من مرحلة الفقر ولا تحتها؟ لا، <applause> فاضية <applause> يعني عندكم فلوس؟ إن احنا عندنا فلوس، احنا كانت عندنا بوحة بايعينها من, من ست سنين ربنا يا رب يزيدك الأول. بايعينها من ست سنين و مع الضرايب ومخلصينها بالضرايب والتامينات طيب هم هم قالوا منين ان انتوا عندكم او معديين خط الفقر؟ اخر مره ما كانوا راضيين يستلموه مننا يعني ايه اللي خلاهم قالوا كده في السبب بتاعهم؟ انا مش عارفه هو يعني انا بسالك انت بيستلم. بقى بشكل شخصي انتوا عندكم ورث مثلا او عندكم اطيان او غيره؟ لا احنا ما حتى باسم حد اسمعيني حتى باسم حد بعيد في العيله مش تحت ايديكي انت تحديدا ما عندناش اي حاجه ما جابوا المعلومات دي منين كان عندنا تروسكل ومنزل ومنزل لنا من الضرايب والتامينات لما ومتعنا يطلع وصل تقبل وكرام اه طب خليني والنبي يا حاجه ساميه من فضلك يعني اتابع معاك انت من ست سنين وانت بتقدمي و... و... وفي الاخر بيقولوا انك غير مستحقه فخليني اعرف ده اسمعك بس ترجعي يعني تقفلي وترجعي تتصلي تاني وانا هتابع مع حضرتك لانه اكيد ال... الوضع فيه حاجة معينة أنا مش فاهمها، فخليني أستعلم وأفهم من المسؤولين الوضع فين أو سبب الرفض إيه، لأنه إنه يقول كده إنك معدية خط الفقر وخلاص أنا أنا أظن إنه لأ، فخل... آه فخليني أتابع معاكي شخصيًا وأعرف، يعني أنا أي حد من المتصلين اللي, اللي بطلب منه إنه يكلمنا مرة تانية يتابعنا، أنا هسيب برضو رقمي في الكنترول آه إنه يبعتولنا على الواتساب أه وحتى على صفحة دفتر أحوال هنسيب كمان رقم مخصص للواتساب يبعتوا لنا صور البطايق عشان نقدر نستعلم ونساعدهم يعني إحنا المسؤولين الحمد لله بيساعدونا و و و و يعني هو حتى لسه زمايلنا بيقولوا إن هو الصفحة موجودة على الشاشة ابعتوا أه على الصفحة أه صور البطايق في رسالة حتى أو الرقم القومي بالاسم كامل وإحنا هنعرف سبب الوقف إيه ابعتوا في رسالة كاملة ملخص ملخص بس عشان ما تبقاش رسالة كبيرة يعني فيها كل التاريخ لا ابعتوا لنا سبب الوقف ايه المشكله فين ملخصها واحنا هنتابع ونعرف بيقولوا معانا اتصال تاني مساء الخير الو مساء الخير الو مساء ايوه سلام عليكم مساء النور حضرتك هتشرف بيكي الاول ما زين شيء عن البحيره نورانا مدام شيماء والنبي وطي التلفزيون شويه بس ماشي الو ايوه سامعك كده كويس قولي مدام شيماء من البحار منورانا ما يخلي الله يخليك رمضان كريم عليكم الاول جدا اللي يا حضرتك ربنا يبارك فيك يا رب احنا اللي بنشكرك على انك موجوده وبتشاهدينا يعني انا كنت كنا مقدمين عليها العماله غير منتظمه ديت وما جالناش حاجه واحنا ما عندناش اراضي يعني ولا موظفين ولا حاجه خالص قالوا لكم انكم مرفوضين ولا في تاجيل شويه ايه قال لكم انه في رفض ليكو ولا ما ردوش عليكم وخلاص لا ما ردوش عليه طيب هم ما دام ما فيش رفض فانت يعني تاملي الخير بانه الفترة اللي جاية هيتم صرف العمالة الغير منتظمة بس زي ما قلت لسه قبل ما تتصلي على طول بينا بعد صرف المعاشات العادية لأنه هو اليومين دول صرف معاشات عادية بيصرفوا المعاشات العادية فمكاتب البريد هتكون زحمة بعدها هيكلموا كل المتصلين إلى المستحقين اللي بعد التحريات يقولوا إن هم مستحقين للعمالة الغير منتظمة ويرجعوا يكلموكوا ويقولوكوا اصرفوا مكتب بريد كذا أه استاذه فاطمه بيقولوا لي في اتصال من حاجة عليكم. فاطمه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت برضو مشكلتي برضو في التكافل والكرامه برضو تمام كنت مقدمه برضو من اربع سنين قدمت مرتين قدمت اول مره فقالوا لي لا ده انت معموله عن ال يعني الفقر يعني يعني مش معديه خط الفقر اه اه رحت عملت تظلم قدمتي في ايه؟ عملت حضرتك تظلم ماشي قدمتي فيه ايه؟ اه وبعد كده راح اقول ايه لا برضه آه برضو ورقك وقف طب ايه المشكله؟ ايوه مش يرد عليا انت محافظة إيه؟, محافظه ايه؟ نعم محافظه ايه؟ القاهره من القاهره منين في القاهره؟ دار السلام من دار السلام طيب اه حضرتك إيه انتوا عندكم حد مؤمن عليه او او حد بيشتغل زوجك مثلا او او حد جوزي من اولادك؟ انا كان شغال قهوجي وقعد حتى يعني يصرفوا ال 500 جنيه دول وما فيش اي حاجه جت خالص. ولا ليكي ولا ليه. نعم؟ ولا ليكي ولا ليه. ولا ليا ولا ليه، ومعايا عيلين. تمام. انا هنفع من ايه حضرتك؟ لا ان شاء الله هنعمل الخير كله، هسمحك أه بس ترجعي تكلميهم تاني، أه مش عايز اصعبها يعني سيبلنا لنا رقم تليفونك وهنرجع نحاول نكلمك باذن الله، وبعتلنا لنا على رقم التليفون في الكنترول، يا جماعه من فضلكم سيبوا لها أه نسيب رقم الواتساب الشخصي في الكنترول والناس تبعت لنا واحنا نستفسر مش عايز صعبة على الناس اللي معندوش ما عندوش رقم يقدر يبعت لنا او ما عندوش فيسبوك لان مش كل الناس عندها فيسبوك فئه معينه في الشعب وبرده مش كل الناس عندها واتساب او عندها نت في نجوع وفي اسر كتير تحت خط الفقر حتى الامكانيه دي مش موجوده عندهم فاذا ليه جاره او ليه حد يعرفه يبعت لنا من رقم تليفونه، ومش لازم من من رقم تليفونه هو الشخصي، مش كل الناس عشان بس نحس كلنا ب بمعاناه ناس كتير قوي في الشعب المصري، مش كل الناس عندها تليفونات عليها واتساب وعليها انترنت، لا اذا كنا عندنا ده في ناس كتير قوي بره الحسابات وبره الموضوع ده، فهنستسمحهم بس ان هم من اي حد جارهم من اي حد قريبهم يبعتوا لنا واحنا هنرجع نتكلم وهنتواصل معاهم. آه موضوع مهم موضوع آه فارق كتير قوي مع الشعب المصري آه تكافل وكرامة أو المعاشات إنك تصرف وتلاقي قوت يومك أو يعني أكلك وشربك إن ما كانش ده بيمثل لك أنت مشكلة بيمثل لفئة كبيرة جدا مشكلة آه الدولة لما تصدت للجزء ده وحست آه إن في ناس كتير محتاجة ابتدت تخصص معاش تكافل وكرامة آه فكرة إنك بتاخد وغيرك ما بياخدش الحمد لله ان احنا بقى عندنا القاعده زي ما قلت وبنحاول نصلح بنحاول نوصل للمستحقين يعني دايما بقول ان رسالتنا ان احنا نبقى حلقه وصل ما بين المواطن اللي في النجع والكفر والارياف وما بين المسؤول لان الوزارات او المكاتب عليها ضغط كبير قوي فخلينا نكون احنا كمان وسيله مساعده وسيله مساعده لكل مصري مواطن طيب محترم في حاجه ان احنا نساعده نكون جنبه في كل المجالات يعني يمكن المعاش ده شق واحد انما احنا بنكون جنبك في كل الوزارات الخدميه انت يعني عندك كتير قوي عندك صحه عندك تموين عندك وزاره تضامن في كتير اوي وزارات بتتعامل مع الناس الناس محتاجة منها خدمات. خلينا نكون حلقة الوصل دايما بين المسؤول وما بين المواطن. أه برجع أفكر الناس تاني بصفحة دفتر أحوال على على الفيسبوك بالعربي هي دفتر أحوال. أه الناس تتابعنا يمكن حتى يعني بيقولوا لنا إن هم نزلوه على الشاشة. هي دفتر أحوال بالعربي ترجعوا أه تبعتوا لنا حتى رسايل. أه فريق عمل متكامل بيرد على كل الاستفسارات والشكاوي استغاثات. أه عندنا يعني ناس متخصصه في كل مجال باذن الله نكون في خدمه كل الناس المصريين المحتاجين لمساعده. الناس اللي مش قادره تخرج من بيوتها علشان تدور على خدمه خاصه في الايام دي ايام صعبه كتيرة جدا على فئه كبيره في مصر صعبه انه يتحرك انه يحاول يروح جهه حكوميه يطلب منها خدمه. خلينا نكون يعني باب في وسط أبواب كتير ممكن تتفتح لكل مصري في أزمة في ختام الحلقة برضو مرة تانية عايز أعزي أسر الشهداء كل شهيد كل بطل كل راجل وقف ضد إرهاب وقف ضد ناس ملهاش دين يعني أنا كنت نفسي أبتدي في الحلقة بقول دين أبوهم ايه ملهومش دين ملهمش مله ولا مسلمين ولا مسيحيين ولا يهود مفيش دين يقبل يقبل انك تقتل مواطن بيدافع عن ارضه مهما كانت عقيدتك وبتعتقد او بتقول انك مسلم تقتله في الصيام تقتله في شهر رمضان ربنا يربي ينجينا ينجينا من كورونا ينجينا من ارهاب احنا فعلاً مصدر طاقة ومثال حي لدول العالم كله في اللي بنعمله. بشكر كل شهيد وكل بطل ضحى بنفسه وبروحه عشان احنا نعيش ونفضل نتواصل مع بعض. خط حماية بعد ربنا مفيش أقوى من كده. بشكر كل الناس اللي تابعوني وبقول لكل الاتصالات اللي ما خدناهاش ناخدها باذن الله في الحلقه الجايه هيكون فقره مخصصه لكل الناس اللي محتاجه المعاشات تكافل وكرامه بشكركم في نهايه لقائي وبقول لكم رمضان كريم عليكم وشك الحلقه الجايه على خير باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله